مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الجديد من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أرحب بكم مشاهدينا من جديد وأنتم تتابعون هذه الحلقة. اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا له آثار كبيرة جدا على حياتنا المجتمعية. فحينما يغيب الضمير والوازع الديني تنتشر في المجتمعات ظواهر وسلوكيات غير أخلاقية كثيرة، منها الرشوة. والرشوة هي شكل من أشكال الفساد المالي وفساد الذمم التي تعاني منها المجتمعات المختلفة ومنها المجتمعات العربية والإسلامية. كيف نظر الإسلام إلى الرشوة؟ وما هو مفهومها في الإسلام؟ وما هي آثارها السالبة على المجتمع؟ نحن نفتح هذا الموضوع مع شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن، لأننا نعايش أحداث وحقائق في مجتمعنا السوداني. كثير من الناس الآن يلجؤون إلى ممارسة هذا النوع من الفساد الأخلاقي إذا كان عامل أو معمول له أو طالب خدمة، كلنا شركاء في هذا العمل. ليتنا نتحدث بالتفصيل عن كيف ربى الإسلام أنفسنا وأخلاقنا حتى نكون بعيدين عن هذه الشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أول حي نعرف الرشوة في الشرع اسمها هدايا العمال واسم الغلول. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول هو أخذ شيء من المال العام خفية. أيوة. وسبب نزول الآية دي إنه في بعد انتهوا من معركة غزو من الغزوات، ابتدوا لم الغنائم لما يجي فوزعوها لقوا شملة ناقصة، شملة تقدر تقول عباية جلابية أي حاجة ناقصة. بعدك المنافقين طلعوا إشاعة إنه الرسول أخذها، ونزلت الآية. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني لا يصح ولا يليق بمقام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يأخذ شيء من الغنيمة قبل توزيعه، وأي زول يأخذ حاجة من الغنيمة قبل توزيعه يجي شايلة يوم القيامة. يبقى دي اسم الغلول. وفي اللي هي هدايا العمال. وهدايا العمال العامل في الشرع يطلق من الفراش اللي بيفرش ينظف المكتب لغاية الرئيس العام. كل يسمى عمال، بس لكن الرئيس العام يسمى أمير المؤمنين. الباقيين التحدي كلهم عمال. ولذلك في الباب باب تحريم هدايا العمال. باب تحريم هدايا العمال يعني يحرم على العامل الموظف أن يأخذ شيء أثناء الخدمة بتاعته مقابل عمله ده بدون وجه حق. هذه الرشوة وهدايا والغلول. طيب، العامل انت كنت ممنوع يشيل هديه مقابل العمل. أيوة. احنا بنعرف المؤسسه. أيوة. في حوافز العامل. أيوة. الشاطر. أيوة. يدو هديه لدى الحوافز دي براها. يجوز لرئيس الجمهوريه الوالي المعتمد كده يدي حوافز في حسب اللوائح والنظم الاداريه. ما في قوانين وفي لوائح وفي نظم إدارية وفنية في الحالة دي ما يزيد من اللوائح الموجودة. يدي في النطاق ده يجوز للحاكم أن يدي هدايا للناس المتفوقين. جو ضيوف من الأقاليم يكرمون يقولون حاجة باردة، كلها واردة في اللوائح والنظم الإدارية. لكن الشيء اللي هو مقابل أداء عمل يقوم يدي مال كده بدون لا لوائح ولا شيء، خفية. نعم. طيب دي الآن يا شيخنا هي موجودة عندنا، نحن كثير من الناس الشعب السوداني شعبي بيلجأ لها أحيانا. نقول ما بنفصل طبعا عن المجتمعات الأخرى، لكن نحن ملاحظين يعني من خلال مشاهدتنا إنه أنا لو عاوز أي خدمة من جهة حكومية أو شركة أو أي جهة بمشي وممكن أكون بدي هدية لعامل أو الموظف عشان يسرع لي الخدمة دي. لا ما تديه خالص أثناء العمل. سنة عمل أكتب ما دام لين اديته طوالي بيحس انك اديته عشان يجيز ليك عملك ده. اي ما تدي، وحتى لو طلب ما تدي لانه اديته زي ما لعن الله الراشي والمرتشي والوسيط. يبقى لا ما ندي. المطلوب اي عمل انا باخذ من موظف عامل باخذ مرتب شهري او سنوي او كده، يبقى مرتبي ده ما اخذ اي حاجه زياده عليه بطريقه غير اللي ينط عن طريق المشروع. لكن يجي مقابل انه اديت عمل قام اداني هديه، قال لي ده هديه. لا، انا اقول لك باب تحريم هدايا العمال.
يبقى ممنوع اي حاجه مقابل العمل ده ما اخذه. طيب انا لو مضطر يعني عندي خدمه ضروريه ده انجزها وهو العمال ديل ممكن يكون الجهه بتراقبهم ضعيفه، انا اعمل شنو في حاله زي دي؟ في الحاله دي زول طبعا هنا ده بعض الناس بتحجج بالكلام اللي قلته ده، يقول لك انا مرتبي ضعيف ما بيكفي وانا كذا كذا. لا، انت ما موقع عمل في المصلحه، انت لما جينا شغلك في المصلحه نديك شغلك في الوظيفه كده مقابل الوظيفه دي انك تدينا العمل الفلاني، نديك مرتب كده حافز كده، اما هنا اجازه سنويه كده، ده كله موجود في اللوائح. واللي ضد الكلام ده يرضي، يبقى الطرف الاول ده الطرف الثاني، الطرف الاول مندوب المصلحه، الطرف الثاني العامل او الموظف. اتفقت على كده خلاص، يبقى ما اخذ اي مبلغ زايد عن مرتبي اثناء عملي او في ما دام انا شغال في العمل. حتى ولو قبلي هديه في البيت ما اقبلها، ما دام جهدي مقابل اداء العمل ده ما اقبلها، دي اللي هي ممنوعه. طيب فرضنا زي ما ذكرت انت مده شويه حدين يتحاجج يقولوا المرتب ما بيكفي وكده، لا ما بيخالف خلاص انهي عقد العمل، قدم استقالتك، باب الرزق مفتوح. انا اقدم شغل المره اللي ما يكفيك ده ما حجه، يقول مرتب ما بيكفيني انا اخذ كذا، لا قدم استقالتك. في ناس راسماليه كبار يا شيخنا، كبار جدا، عندهم ما كثير وعندهم اعمال ومصالح كبيره بتتعطل في الحكومه او في الدوله او في المؤسسات او في اي شركه مثلا. انا دار انجز عملي ده كتاجر كبير بسرعه وعندي موظفين، دي انا بديهم الحاجه دي يعني. لا لا ما تديهم الحاجه دي، ممكن انت حيقدموا لك عمل، ممكن حتى تقدم عمل، العمل ده يا مثلا مقاوله يا عطاء يا كده، ممكن انت جال عملك يرتفع انا ارفع لك العطاء، انت ترفع العطاء عشان نحن نديك هنا ينجز لك عملك، لكن نديك مقابل كده هنا ما بينفع. طيب في موظفين عنيدين، موظفين في الدوله عنيدين، يمسكوا الورق ويأخروه بقصد انك تدفع لهم، بقصد انك تدفع لهم، يعني لو ما دفعتها ورق ده ما بينجزوا لك. ايوه هو طبعا الكلام ده احنا ما ادري نقول، لكن احنا نضطر نقول. عندنا الامام الشيخ ابو زهر الكبير من كبار علماء مصر، وعندنا العرضاوي، الاثنين دول قلت لهم انه اذا كان انت عندك حي عن موظف وما في طريقه عن ورقك سليم 100%، ما عندك اي نقص في الورق اللي قدمته ده 100%، ورقك ده جاهز ومجهز، بس شنو الموظف في الدرج يقول لك امشي تعال بكره، تعال بعد بكره، تعال بكره، تعال بعد بكره، هذول ده ما ورقك سليم. قال في الحاله دي لو اديته يعتبر رشوه، لكن حرام عليه، انت ما عندك ذنب، انت اصبحت مضطر يعني، ده حق ابا ما يديك اياه لما تكمل كل الفرص. ايوه تكمل كل الفرص بعد خالد قلت الروب كت ذول ما قدر يديك الا كده. ذي اللي الشيخين ديلا جوزوا الكلام ده في حاله الضروره، وعندك حق ما فيه لف ولا دوران، ورقي سليم بس ذول ده بيعاكسني ما قدر يديني ورقي ده. طيب نحن حقه نرشد الناس لانه نقول حرمه الرشوه ذاتها. ايوه طبعا المساله دي محرمه. ايوه الذل بيتركه خوفا من الله اجر عظيم. ولذلك نقرا الحديث ده عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. شو الثلاثة دي اللي بيتصف بواحدة من الصفات الثلاثة اللي يكون من الجنة. أول واحد من قال ذو سلطان متصدق موفق، سلطان معناته الحاكم، يشمل الحاكم العام ويشمل الوزراء والمدراء والمعتمدين والوكلاء الوزارات، كل يشمل الموظفين دي. هذيلا ذول مد عمل بهمه بنشاط، بحس انه ربنا رقيب عليه ويوم القيامه حيسالوا عن عمله ده، وخاف من الله، ادى عمل ده بهمه بنشاط باتقان باخلاص، ما اخذ اي مال زايد مرتبه ده، هذا يكون من اهل الجنه. ذو سلطان مقسط متصدق موفق. الزول الثاني ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، زول في قلبه في رحمه، يحب الخير لاخوان المسلمين عامه لقرايبه خاصه، يعتب عليهم في قلبه في رحمه، يشفق عليهم، حنين عليهم، يفرق كرباته، يحلحل مشاكلهم حسب الضعف، ده من اهل الجنه. زولنا الثالث ده وقال ورجل عفيف متعفف ذو عيال، عفيف ما بيمد يده للمال العام الخاص العام. عفيف متعفف لقى المال السايب قدام في امكانه يشيله، وما في ذول شايفه الا الله،
تركوا خوفا من الله. طيب يقول تركوا خوفا من الله، يقول ده ما محتاج للمال ده غنيان، لا قال ذو عيال. معناته زول موظف عنده عيال في البيت مرات يعيشون بهم التلفون، ولقى المال السايب قدامه في امكانه يشيل ينقنق وليداته ديل، لكن تركوا خوفا من الله. هذا من اهل الجنه. ورجل عفيف متعفف ذو عيال. عفيف ما بياخذ المال العام، متعفف لقى المال العام في امكانه يشيل ما يقول بيكشفوا ليش، وعنده عيال في البيت محتاجين لقوط الضروري، ترك المال ده خوفا من الله. ما دام ترك خوفا من الله ربنا يدخل الجنه، ده ثمن الجنه. نعم سبحان الله. طيب احنا من هذا الباب ده ترغيب طبعا، الان احنا بنرغب الناس لاعمال الخير. طيب كيف يعني نحذر الناس من عواقب الرشوه؟ هي طبعا المال الحرام ده يقول لك اسحب الحرام حيث اتى، وكل لحم من نبت او كل لحم من نبت من سحت في النار واولى به. زول يكتفي يعني قال الحلال الكسب الحلال ده ربنا يبارك للزول، اكل منه وربنا ينفعه، ربي وليداته وليده يطلعوا ناجحين ان شاء الله، ويوم القيامه يكون الحساب بسيط، لانه يوم القيامه كما ورد في نص القران ومن يغلل ياتي بمغله يوم القيامه. وعن عدي بن عميره الكندي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. شوف ده الحديث في صحيح مسلم، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يوم القيامة. معناته موظف أخذ من المال العام ما يساوي ثمن الليبري. الليبري بكم تدخل 5 جنيه قدك 20 ليبري، ثمن ابره شال من المال العمل يوم القيامه شايله. سبحان الله. هاي صعبه جدا اخوان. يعني احنا نصيحه نقدمها لاخواننا الوزراء والحكومه الجديده دي، يعني تعرف تكون عفيفين من المال العام. اي احرصوا دي امانه، وربنا بيسالكم يوم القيامه، واي قرش تشيله من المال العام تشيله يوم القيامه فضيح للزول، يعني تفضح. إذا بقى لا زول يكتف بالحلال ده ربنا يبارك ليك، واليوم قالوا سنين قالوا وكله. شوف يعني لا عندي نصيحة نقدمها لإخواننا الحكام الجدد وكل الولاة والنهاية دين، خليكم عفيفين، أدوا عملكم بهمة بنشاط بإتقان بإخلاص، وتذكر إنك يوم القيامة حتجيب قدام ملك المقاهر الجبابرة يسألك من الصغيرة والكبير عن عملك، كما جاء عن أبي برزة البلوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما فعليه ومن وعن عمره فيما أفناه. هذا كله يسأل عنه يوم القيامة. يبقى نحدد السؤال، لأنه ربنا يسألك مثلك ما نايك، إذا ربنا هو ملك الملوك ما منكم من أحد إلا يسأل، يعني كل ذول يسأل ربنا يوم القيامة. طيب يا شيخنا حقيقة يمكن يكون في كثير من الناس الآن تعودوا على هذه المسألة، إذا كانوا موظفين دولة أو موظفين شركات يتعودوا على أن يكونوا من المرتشين، كيف يتوبوا وكيف يتخلصوا من هذه المسألة حتى أنه يعيدوا للطريقة الصحيحة؟ أعتقد أنه إن شاء الله تكون دي فرصة لكل ذول مرتشي أو على الأقل حاسي أنه هو ارتشى، كيف يتخلص منها؟ طيب باب التوبة مفتوح، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إني لغفار، غفار صيغة مبالغة كثيرا، مغفرة مغفرة بعد مغفرة، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. باب التوبة مفتوح، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني باب التوبة مفتوح لكل إنسان ما دام الروح ما وصلت الغرغرة، وصلت الغرغرة باب التوبة ينقفل. أي ده باب التوبة مفتوح، ممكن الزول يتوب توبة نصوح يوقف الرشوة دي، ثاني ما ياخذ رشوة خالص من المال العام خالص، وبعدين كذا عنده شيء يرجعه. أي ما عندي شيء يسوي شنو، يتوب توبة نصوح وربنا سبحانه وتعالى مخير به يوم القيامة. طيب في ناس يمكن يكون بنوا منا بيوت، وفي ناس يمكن يكون قروا منا وليداتهم وكبروا وهم ذاتهم عرس ما شاء الله، الحكاية دي كيف الإنسان يتجاوزها ويستغفر منها؟ ده طبعا برضو البانا أقول ما يسمى رحمة الله تبارك وتعالى، برضو يصدق بناله عمارة من العمارة دي ما أجر شقق، ممكن يصدق بل سعد الأيتام الأرامل المساكين وكذا وكذا، أو إذا قدر يرجع شيء، إذا كان من المال العام يرجع للخزينة العامة ما في مانع وكذا، يعني باب التوبة مفتوح يعني.
طيب برضو كمان دي الناس اللي بيرتشوا، الناس الراشين ذاتهم هم يمكن يكونوا الغالبية العام، وهم الناس اللي بيخلوا الموظفين الصغار ديل يجبروهم على انه يمارسوا هذا الدور. كبار التجار الرأسمالية الكبار هم الأراد بيكون لهم دور كبير جدا في المسألة دي. أي برضه ورد في الحديث الآن الله الراشي والمرتشي والوسيط. الراشي بيته المرتشي والوسيط بيناته الموفق بيناته. عامل كده لما يجيب لنا يجيب لك كده. يبقى دي كلها ممنوعة يعني خالص. طيب ناخذ معنا أول مكالمة من أم راوية الفتحة. مرحبا يا أم راوية. ألو. أهلا وسهلا يا أم راوية. ألو. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. صوتك بعيد شوية. ألو. ألو معك. تفضلي. أنت بتسمعيني من التلفزيون ولا شنو يا أم راوية؟ أنا. لو كان بتسمعيني من التلفزيون أرجو إنك تبعدي أو توطي صوت التلفزيون، تكلمي معنا مباشرة بالتلفون. صوتك والله بعيد خالص يا أم راوية، أنا ما سامع كويس. ألو. أيوة. نعم. التحصين. تحصين. تحصين الأطفال. أي تحصين الأطفال يعني الآيات والأفكار. الآيات ولا أيوة. طيب تاني عندك سؤال يا أم راوية؟ نعم. ما سامع. ما سامعك أنا في الكلام الأخير ده. طيب معلش. طيب عموما هي بتسأل من تحصين الأطفال، ممكن يكون ناس يعرفوا هذه المسألة. الأطفال الصغار ديلا ممكن نزول يقعد جنبهم يقرأ لهم سورة الفاتحة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. أو يقول أعيذكما بكلمات الله التامات من شر كل هامة ولامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقرأ الآيات دي كلها وأدعية، إن شاء الله ربنا يحفظنا، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نعم إن شاء الله تكون وضحت لك الصورة يا أم راوية. طيب لو رجعنا لموضوعنا ثاني، في يعني وجه شبه بين الرشوة والعمولة. أيوة. يعني في زول بيشتغل مقابل دخله ويأخذ عمولة مقابل أيوة. يعني بالفائدة يعني. أيوة. طبعا زول ما موظف ودارين يجي يصلح لنا حاجات في الكهرباء في الهناية ده، أنا بقول نقاوله المسؤول يقول له ها تركبنا الحاجات دي بكم، والمكتب دي بكم، والجزاز بكم، نقابل يتفق معه اتفقنا على مبلغ معين، حتى ممكن نقول خفض لنا خفض لنا خفض، اتفقنا مبلغ ندي مبلغ ودكك الذي على شرط يؤدي العمل حسب بالشروط. بعد ما ندي العمل ندي مرتبه، ندي ساعة عمولها لانه مقابل شغله. ده اللي يزول ما موظف شغال، يزول عامل من برا كهربجي حداد نجار اي حاجه كده يصلح حاجات للمكتب ندي حقه. طيب في كثير من المؤسسات الان تشتغل في انه يقول لك والله بدي اتعامل مع ناس من برا ما من المؤسسه، بيجيبوا عمل مثلا اعلان تجاري واديك منه نسبه في كم في المية، او تجيب لي مثلا تقدم تجيب لي مثلا بضاعه من برا انا اديك منها خدمه او مقابل يعني نسبه في المية. على حسب اللوائح والنظم الاداريه تحت المصلحه. مصلحه عندها هنا شغل اداري فني تدي كده وتاخذ كده، كل ده منصوص في اللوائح. بس الزول شنو ما يخالف اللوائح والنظم الاداريه والفنيه بتاعت المصلحه يعمل طبقه. موجود في القانون شيء نطبق، ما موجود ما نطبق. متفق عليه داخل المؤسسه ما في مشكله. أي أي. طيب سنعود اليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من برنامج فتاوى بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى. هذه الحلقة بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا حقيقة نتحدث عن الرشوة وأثر السالب على مجتمعاتنا، وكيف الإنسان يبعد من هذه الرشوة لأنه لها أثار سالبة جدا على حياتنا المجتمعية
وحياتنا حتى على مستوى الأسرة. ويمكن يكون المال الحرام بيجلب كثير من المشاكل ما صحيح. للإنسان، وليه هو يعني كثير من المشاكل النفسية على الزول، الضغط النفسي غيره من الآثار الثانية من أمراض وغيرها. طيب احنا نذكر معنا قصة شهيرة لابن لوثية. أي صحيح، يعني يا ريت لو ذكرناها هنا في هذا المقام. أي قصة اسمها قصة ابن لوثية. ابن لوثية ده واحد من الصحابة رسل الرسول عليه الصلاة والسلام لقبائل العرب يجيب منهم زكاة المال. مشى هناك قال لهم أنا مندوب الرسول عليه الصلاة والسلام، جد أجمع منكم الزكاة. طوال قام وجابوا زكاة مالهم وجمعوا عباها وجهزوا أي شيء، وخلال ذا يتحرك عشان يجي للنبي عليه الصلاة والسلام. قاموا أدوه هدية، قالوا للذل في عبينا لك ده كله مال الزكاة، لكن ده هدية من عند ليك، لا من الزكاة لا من غيرها، هدية من عند ليك. استلمها. لما جل نزل الحاجات كلها تحت الزكاة قال للنبي هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. الرسول عليه الصلاة والسلام طوال طلع المنبر خطب، قال ما بال العامل أرسل يقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلست في بيت أبيك وأمك تنظر أيهدى إليك أم لا؟ أي ما قال لي يعني أنت الهدية دي جاتك بسبب عملنا ده، لو كان قعدت في بيتك وبيت أمك وأبوك كان بتجيك الهدية دي؟ ما بتجيك، ما دام جاتك بسبب عملنا يبقى دي غلول أما القيامة. نعم نعم، لذلك يعني الناس إن شاء الله يستفيدوا من هذه التجربة. لكن عندنا أمثلة كثيرة قريب من هذا الموضوع سنرجع لها ثاني إن شاء الله. معنا أم محمد من شرق النيل. مرحبا يا أم محمد. اهلا وسهلا، مرحبا، تفضلي. اني سؤال كثير. اها تفضلي قولي. محمد من شرقنيل معاك. اهلا وسهلا. يلا نتكلم عن غير ذلك غدرة الشابة تلقت عن الميراث حبة. عن شنو؟ عن الميراث. الميراث ايوه مالو؟ الميراث عادتنا ابونا متوفي وبدنا نتكلم عن الميراث شوية. يعني أبوكم متوفي وترك لكم ورثة كثيرة؟ يلا خلاني في هذا شوف يعني. أنتوا ثلاثة بنات ولا أولاد؟ إحنا أولاد اثنان. نعم؟ بنات أربع بنات وثلاثة أولاد. وثلاثة أولاد. قسمتوا الورثة ولا لسه منتظرين يعني ال شوف يعني تحصروها وكذا؟ خلاص إن شاء الله، نخلي الشيخ يدينا كلام عام عن المواريث. والخطوات الأولى اللي حتعملوها شنو إن شاء الله. طيب أم محمد شكرا لك. عندهم هم ما شاء الله أربع بنات وثلاثة أولاد، والدهم يتوفى ربنا يرحمه إن شاء الله وتقبله قبول حسن، يعني وعندهم ورثة، دارين نشوف الخطوة الأولى بيعملوها شنو. أولا الميراث ده نظام دقيق، ربنا تبارك وتعالى من قدرته وعظمته ما تركوا للنبي ولا تركوا للعلماء، وزعوا في ثلاثة آيات في القرآن، ثلاثة آيات ما من أطول الآيات الطويلة، في ثلاثة آيات الآية رقم 11 و12 و176 من سورة النساء. أي زول عنده نصيب موزح في الثلاثة آيات دي بطريقة فنية أسهلت العلماء بحكمة ربنا توزيع المياه. أي زول عنده ورث موزح في الثلاثة آيات دي. وبعدين جاء التحذير الشديد في الآية رقم 14 اللي قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. العلماء قالوا ده وعيد وإنذار شديد للزول اللي بيحرم أخوه المستحق من الميراث، أو يزوده من الحق الشرعي اللي ربنا شرعه له، أو ينقص، أي ده كلها، أو ينقص أو يحرم أخواته منه أو كده. والحاجة اللي قاعد تحصل تجينا أسئلة كثيرة في الموضوع ده. كثير من الأبناء بعد الأبو يموت يحصلوا التركة يستولوا عليها الأولاد ما بيدوا أخواتهم، وقولوا أخواتنا متزوجات نديهم نقولوا شابون نمشي يصربوا لي أزواجهم، ده ما حق شرعي. أيوة ربنا اللي قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت مجرد المطلوب عشان نحن نطبق شرع الله في الميراث، مجرد أبونا مات أمنا ماتت طوال نتقبل العزاء من الأهل والجيران نمر اثنين نحصر التركة نسدد الدين، إذا كان أبونا أمنا عليه دين نسدده، والدين ده مهم جدا سدد الدين. نمر ثلاثة نشوف إذا كان في وصية بشروطها ننفذها، والوصية هي ما تزيد من تلت المال وما تكون لواحد من الوراث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث
وما تزيد من التلت. زادت من التلت يبقى ضرر اضرار في الوصيه. ووصل لواحد من الوراث قال له ولدي البيت الفلاني والباقي تقسموا ده اضرار في اللي ما يتنفذ. اي قال احرموا البنات ادوا الولاد ما نفذ. ننفذ امر الله. حصلنا التركه طوال بعد كده نقوم نبيع البيت او نقسم اذا كان ارض كان قروش نقسمه كل زول ندي حقه. ما نقص زول من حقه ولا نزوده ولا نحرمه. اي ده نظام دقيق نفذه بالاصل. عملنا كده ناخذ المال اللي ربنا اداني ده ربنا يبارك لنا وادينا شرع الله. اي ده الميراث. بعد كده بنسمع ناس كثيرين بفلتوا يقولوا نحساوي المراه مع الرجل في الميراث. وبعدين ده شرع الله. البيضاد ربنا في حكمه من في أنزل ربنا انزله بوعيد شديد. الزول بيقول يعني ساوي المراه مع الرجل في الميراث ده يعني معناته ضاد ربنا في حكمه. عارض حكم الملك الملوك. وجاء الوعيد الشديد في الآية رقم 14 قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. خالد في نار جهنم وكمن جوا نار جهنم الملائكة الغلاظ الشداد تهينه تذله. أي لأنه ضاد ربنا في حكمه. يبقى نصيحة نكرر للأخوان الميراث نظام دقيق وكل العلماء حذروا تحذير شديد في نظام الميراث ده تعب وتوزع كما ورد في الشرع ضد الأصل. لا تزود ده تنقص ده لا تنكر ده. طيب نرجع لأختنا أو محمد مرة ثانية إن شاء الله لو في زمن معنا. محمد من شمال كردفان. مرحبا يا محمد. ألو. عليكم السلام. يا مرحبا يا محمد. معكم محمد أحمد أي من شمال كردفان. نعم تفضل. والله انا نزل على الزول بتفضل يعني ما قاعد يصلي في الصحة والتوجيه وما قاعد. نعم يا محمد. الو محمد معنا يا محمد من شمال كردفان. الو يبدو احنا بنعاني من بعض المشاكل الفنية في الهاتف. يبدو انه الشبكة ما كويسة. هو يبدو انه حسب كلام اللي وصلني من المخرج انه تارك تحدث عن تارك الصلاة عقوبة تارك الصلاة. ايوه تارك الصلاة طبعا عقوبة شديدة لان الصلاة هي اعظم فريضة في الاسلام. وشوف الصيام مرة في السنة يقول عنده سكر عنده كلى يطعم ما عنده عفى الله عنه. الزكاة مرة في السنة فقير ندي من الزكاة. الحي مرة في العمر ما عنده حق الحي عفى الله عنه. لكن شوف الصلاة خمس مرات في اليوم. كل العلماء اجمعوا على ان الصلاة ما بتسقط من المسلم المكلف طالما عقله موجود. تسقط من نبتين في حالتين اثنين. حالة ولين بقى مجنون. حالة تانية يقمع عليه دخلوا عملية 10 ساعات ما بنج. فاق من البنج المرض عليه ما بنج ما يقضيها. يبتدي يقضي من فاق مضبح مجرح لازم أصل. وهي الصلاة بتحفظ الإيمان من الضياء. ولذلك كل العلماء بيقول عندنا قولة مشهورة فإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. وربنا شبه لنا في قال في جزء من حديث طويل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. شبه لنا الصلاة بالعواميد والإسلام بالسقف. يبقى هسه عمارة عواميدها ثابتة يبني يطلع لفوق مطمئن. لكن العمارة لما هندسين قالوا فيها كلام يبقى العمارة دي معناها تتلجى مش كده. يبقى ينشبه لنا الصلاة بالعواميد والإسلام بالسقف مكملات لبعض. أي إذا ضاع واحد فيهم ضاع الثاني. وإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين. إذا ضاع الدين ضاعت الصلاة وهكذا. يبقى لذلك نصيحة لإخواننا وخاصة كده اليومين دي كده في فتور وفي تراخي شوي في التمسك بالدين. يبقى إخواننا نعمة الإيمان دي أعظم نعمة في الوجود. أعظم نعمة في الوجود. ونحن كلنا فتحنا عن النعمة دي. النعمة دي لابد نقر نعترف بها ونعتز بها ونحافظ عليها. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه لنفسه وأرسل به أشرف رسله وأنزل به أعظم كتبه. ولا يقبل من أي إنسان عبادة تأتي عن طريق غير طريق الإسلام. كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وربنا ما محتاج لعبادتنا ولا لصلاتنا. قال تعالى في الحديث القدسي
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. ربنا هو الغني الحميد، نحن المحتاجين له. من قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولذلك نصيحة لكل أخواننا وأخواتنا، نعمة لمن ما تهم بشوها يا أخوان، ما تهم بشوها. وده أنت تأكد منا أقرأ القرآن، شوفوا ما أعده الله تعالى لعباد المؤمنين الطائعين وما أعده لعباد الكفر المشركين الملحدين. تسمح لي أقرأ لي آية واحدة؟ نعم تفضل. قال تعالى بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا. الآية معناته إن يوم القيامة الكافر المشرك الملحد ده يدخلوا في زنزانات، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي محمد بيدي إنهم لا يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط. معناته يدخل الكافر الكفر بالقرآن وكفر بيوم القيامة ده في زنزانات، الزنزانات دي من كثرة ما ضيقي زي ما أنت تجيب المسمار تخط في الحيط بحديد الفندق تضرب تدخل، يدخل الزول ده جوا يتبرشم بقلبه. تصور المنظر ده، حول الله ولا قوة. جوا نار جهنم الحرارة قد ما ردني 70 مرة، لا يموت يستريح ولا يحيى كريم. لا حول ولا قوة. اخواننا ما نضيع النعمة دي، نعمة نحافظ عليها ان نعم شاء الله. نعم. طيب معنا أم عبدو من كسلة، مرحبا يا أم عبدو. أهلا وسهلا. أم عبدو معنا من كسلة. ألو. عموما يبدو انه كما ذكرت قبل شوية انه في مشكلة للرجال في الاتصالات، لكن يبدو انه معبدو عندها سؤال حسب ما ورد الي من الكنترول، انه بتسأل عن طلاق الثلاثة، زوجها طلقها ثلاثة وقال ما كان قاصد. لا ما كان قاصد، لا ما بينفع. هنا العلماء قالوا الطلاق يقع باللفظ الصريح المنجز، انت طالق او مطلق او مسرحة، وقالوا إذا نطق لزوجته مباشرة كده وقال أنا ما كنت قاصد ما بخارجه، لأن الطلاق يقبل لفظه. أي زول نوى يطلق زوجته غير رأيه طلاقه ما بيقع. شوف إنما الأعمال بالنية، لكن ما لفظ. أي ما لفظ، لكن شوف الأعمال بالنية، لكن الطلاق اللفظ سبحانه يقع باللفظ ما بيقع بالنية. يعني بالنية بدون لفظ. زول صمم قال لنا أول ما أمشي البيت دي زعلتني وسويت لي، أول ما تقف تفتح لي باب الحوش أقول له أنت طالب. أول ما فتحت لي باب الحوش شم ريحة الشيء والهناء قام غير رأيه، ما طلاقه ما بيقع. لكن زول قال لزوجتي أنت طالب، بعدين قال أنا ما قاصد ما بخارجه، وقعت الطلق وقعت الطلق. طيب لو قال لي طالق بالثلاثة ده يعتبر طلاق واحد؟ هين طبعا مجرد عليه الفتوى اللي هو في الان وفي قانون الاحوال الشخصيه المعمول في جميع محاكم السودان انه لفظ الثلاثه يقع طلقه واحده. النص في الماده 130 يقول شنو؟ الطلاق المقترن بالعدد يقع طلقه واحده رجعيه. الطلاق المقترن بالعدد، قال انت طلق 60، طلقه 100، طلقه 1000، يقع طلقه واحده. واحده. طيب معنا شيماء ايضا من المناقل، مرحبا يا شيماء. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ بسألني سؤال في البلاد. أها. أيوة. جدنا تزوج. نعم. أولاد المرأة الثانية رفضوا إنه يدخلوا من الميراث. الحكاية وصلت للمحاكم، فبالتالي قالوا ما عندنا دخل ونحن خالص، فالبلد نحن ما عارف ما قادر نسمع كويس، صوتك بيجينا بعيد خالص يا شيماء. نعم. والله يا اخي انا ما سامعك، عرفت انه انت عندكم مشكله في الميراث ومشيتوا المحكمه صح؟ صح ولا ما صح يا شيماء حسب الكلام اللي انا فهمته يعني؟
نعم ميراث ده حل نعم نعم كده نصيحه عامه للناس اللي بيتشاكلوا في الميراث يا شيخنا. اي طبعا زي ما ذكرنا مدشوية نظام دقيق، ربنا تولى توزيعه ما تركه للنبي ولا تركه للعلماء. وحذر تحذير شديد في الزول اللي بيتهاون في الميراث يحرم اخوه او ينقصه او كده. في الايه رقم 14 قال تعالى ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. الايه دي العلماء قال في الزول اللي بيحرم اخوه من نصيبه في الميراث أو يزودوا أو ينقصوا. وبعدك إذا اختلفوا الوراث يمشوا المحكمة. المحكمة تجيب العقار ده العمارة دي أو البيت ده تشكل لجنة، اللجنة تقيم البيت ده كشوف الزول بيشتري اللي بيشتري قال حيشتري يمشي قدام المحكمة يوقع البيع ويورد القروش للمحكمة. المحكمة تأخذ القروش عندها وتقول جيبوا لي الوراث، جابوا لي الوراث. كل زول يدي الضرب حقه في إيده، كل زول يدي حقه في إيده. الولد ما يدي لأمه، يدي لكل زول اللي حقه في إيده. ده الطريقة الصحيحة المعمول بها. نعم نعم. طيب وردنا من الكنترول أيضا سؤال شيماء ما سمعناه كويس، قالت عندهم مثلا راجل متزوج مرتين توفى وترك لهم ميراث، أولاد المرأة الكبيرة قالوا ما دارين الميراث ده، خلينا لأولادنا أو الأخوان الصغار. بعد فترة غيروا رأيهم، قالوا نحن نطينا من كلامنا. ما أيوة. طيب يعني هم والحي تنازل. طبعا الحوارة الحديثة العائد في هبته كالكلب يغي ثم يعيد في قيئه. يعني وصف ليك الزول بهد هدية لزول ويجي تراجع عنها، وصف زي الكلب أكل عظم وطرش وقام رجع يأكل العظم ده تاع. أيضا قالوا ده يحرم إنك ترجع في هبتك. هم الناس دي الميراث ده حقهم، قال إحنا خلينا حقنا لأخواننا الصغار. يبقى ذاك تراجع. هاي خلاص ممكن يقسموا لين الميراث ما بيسقط، يعني بدها تراجعوا خلاص ياخذوا حقهم. بس ما يحرموا اخوانهم من حقهم الشرعي اللي قاسوا بيناتهم. والميراث ذول يعني ما يقول ما دايروا، يعني يا حقك يا تعفي يا تاخذه. لكن ما ترفض. نعم. طيب لو رجعنا قبيل لكلام ام محمد عن قالت هم 4 بنات و3 اولاد. يعني في حاله زي دي لو كان الميراث محصور كيف يوزع؟ طبعا للذكر الوضع سهل. اذا كان الابو ميت والام ميتين والولد ديل، الابو ده صاحب المال المتوفي ما عنده زوجه ثانيه ولا شيء، بس عنده الولاد ديل والبنات. هو التوزيع سهل للذكر مثل حظ الانثيه، يقسمون الولد كومين البيت كوم، الولد كومين البيت كوم. اول حي الامه كان حي حي ياخذ التمن حقه، الام تاخذ التمن اذا كان الام. التمن. إذا كان الزوجة موجودة تأخذ السدس. الأسف العظيم التمن. الأم تأخذ السدس إذا كانت حية. الأب يأخذ السدس. وقال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ولأمه السدس. فإن كان له إخوة ولأمه السدس. شوف نصيب الأم. مرات توصل الثلث، مرات توصل السدس. يعني انت لما تقرا آية الميراث وتدخل موضع المال تتحير. سبحان يعني نظام دقيق في غاية الدقة المتناهية. حير العلماء. نعم سبحان ملك الملوك سبحانه وتعالى. نعم سبحان الله. طيب معنا ايضا مكالمة من الكاملين، معنا أليس. مرحبا يا أليس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضلي، الآن الشيخ يسمعك الآن. يا شيخ محمد أحمد تفضلي معك الشيخ. بس أنا طالبة منك إنك تدعي. طالبة الدعاء؟ ما في بس طالبة الدعاء من الشيخ، وعاوزة رقمه لو سمحت. إن شاء الله رقم الشيخ بتلقيه عند الكنترول قبل ما تكفل الخط، وان شاء الله الشيخ يدعو لك ويدعو للامه الاسلاميه. ان شاء الله الشيخ ما يدعو ان شاء الله ربنا اللهم صل ورب احفظه ويحقق امانه يا رب العالمين، يسر امره يا رب العالمين، حقق امانه يا رب العالمين، يسر امره يا ارحم الراحمين. وفي كربته ان شاء الله لو مقروبه او مريضه ان شاء الله ربنا يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نحن حقيقه عندنا خارج الحلقه وخارج الموضوع عندنا ذول بيسأل عن زكاة السمسم، ونحن في اليومين دي السمسم خلاص قرب في بعض المناطق، طبعا رغم انه الخريف كان كثير لكن خلاص دان موسم بتاع الانتاج قرب خلاص. يعني السمسم طبعا هي دال الزكاة انه يطلع اذا مطر، طبعا مطري اللي هي العشر.
عشر المحصول اللي يطلع سمسم. إذا جاء مندوب الزكاة بتاع المنطقة وطلب منك زكاتك سمسم، أديه زكاتك سمسم. مندوب اتأخر وجاء التاجر اشتري منك السمسم ده، اشتري السمسم طوالي تقوم تطلع زكاته قروش اللي هي العشر، هي المطري طلع زكاة العشر. وهكذا المحاصيل اللي ما بتقبل التخزين وكده يبقى زكاة تتباع وتطلع زكاة، زي الطماطم زي البطيخ، البطيخ ده برضه تبيع، تبيع البطيخ قطة وتبيع، شوف ما بيحتمل البطيخ كم تطلع القروش العشر. وهكذا يبقى الزكاة هنا ده طبعا واجبة في كل المحاصيل اللي بيطلع من الأرض، يقول يطلع زكاة ربنا يبارك له ويخلف له ويدي الثواب العظيم. سؤال ما أظن بعيد برضه من الزراعة، في ناس كثير بيشتكوا من بعض الناس بيفكوا بهايمهم للزراعة وبتاكلها، وبعض الرعاة بيكونوا سالحين قريبين من المزارع ويعني يحوموا حول الحمى كما في الأثر يعني. كيف الناس على من تقع المسؤولية حفظ هذه الدواب وهذه البهائم؟ كما ورد في الأحاديث أنه مسؤولية البهائم بالليل على أصحابها، أنه زول عندك بهائم أي من الحيوانات دي تتحكم في حراستها، يعني ما تربطها حطها في زريبة ما تنفك، ما تاكل خدار الناس. أي بهيم انفكت بالليل أخذ خدار الناس أنت مسؤول يوم القيامة قدام ربنا. أي يبقى الحيوانات دي حراستها بالليل على أصحابها، بالنهار برضو على الراعي. طيب البهيم دي تفكت بالليل مشت أكلت خدار الزول ده، طوالي في الحالة دي بيقوم يشكلوا لجنة، لجنة تشوف التلف قدر شنو، تقدر بالقروش 500 مليون 600 مليون 100 مليون يدفع صاحب البهايم لصاحب الزراعة. يأسع في كثير في المحليات الأغاليم عندها كده. في بعض المحليات عاملة زريبة كبيرة ومقاعدين فيها حراس، لقيت لك بهايم ضالة بالليل دخلت في خدر الناس تكفيلها في الزريبة دي، يا صاحبها تدفع غرامة تديها إياه. أما بهايم كتار لقيتها في خدر زول أتلفت خدر تطلع دخلها في الزريبة، ما تفكها لا بيدا لا إلي، تجي اللجنة تقدر التلف بتاع الزراعة دي قدر شنو، تقدر المبلغ، تلزم صاحب البهايم يدفع المبلغ ده لصاحب الزراعة حتى يدي له بهايم، ويدعي بتاع الزريبة كمان ياخذ حقه، التور عليه كده، الجمل عليه كده. ده كله يعملوا المحليات حفظ ليك انت، حراسة ليك ما تفرط في بهايمك، وكمان حفظ للزراعة. طيب معنا أبو جدية من الجزيرة، مرحب يا أبو جدية. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم السؤال قلت لك بس يا حبيبي يا شيخ، انا كان مشيت مكان الموس تمام مع السواقين ديل. ارفع صوتك شويه ثاني. الحج كله ايوه ارفع صوتك. كان عمل موسمي تبع الحج، عمل موسمي اي مع السواقين في الحج. اي نعم. فقديت المناطق وقلنا وطلعت ما عملت طواف الوداع لحد ما طلعت حد الحرم. ما عملت طواف الوداع؟ اه اي طواف الوداع ما عملت. لحد ما طلعت وين؟ الوداع لحد ما طلعت من حد الحرم، كان المفروض اعمل قبل ما اطلع. مشيت جده يعني؟ يعني قول جده مثلا. او رجعتها ولا ما رجعتها؟ لا لا لكن سالتها قبل ما ارجع، فقال لي بعد انت ما طلعت خلاص من مكه سالت واحد اخونا كده. كويس. بعد انت خلاص طلعت من حد الحرم من مسافر طالع ماشي السودان، بعد ذاك مش عمل طواف الفاله وطواف الوداع مره واحده. نعم هو طواف الوداع طبعا. انت تركت طواف الوداع ولا طواف الافاضه؟ لا ما هو كله كله عمل اي طواف. نعم ما عملت اي طواف. اي ما عملت اي طواف كنت نعمله قبل ما اطلع. سبحان الله. في الحالة دي هو مش طيب. عامل مع الله مش عامل موسمي سواق ايوه ده فرصة بيحج أيوة. لكن يؤدي عمله كسواق ويده يحج لكن الزول ده لا طاف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يركم من أركان الحج، يبقى حجه باطل خالص حتى لو وجب بعرفة وسعى بنصه ونره، لكن ما طاف طواف الإفاضة حجه باطل. أما إذا كان طاف طواف الإفاضة وعمل كل أركان الحج ما عمل طواف الوداع حجه صحيح، لأن طواف الوداع اختلف فيه العلماء، فريق منهم قالوا واجب فريق منهم قالوا سنة. يبقى هو ما عمل الخطة قالوا سنة
يبقى حجه صحيح يستغفر بس. لكن طبعا في فاضل ركن، ما هو الركن الرابع، أركان الحج ما أربع: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. أي ركن من الأركان الأربعة اللي تركوا حج باطل اللي مش السنة الجاية. طيب مع إنه الناس دايما أصحاب البصات اللي بيأجلوا العمال مهنة يتفقوا معاهم إنك تأدي عملك كل ما لقيت لك فرصة تأدي منسك الحج بتاعتك. ما بتاخذ منه زمن كثير، الطواف كله ياخذ نص ساعة ولا شيء. طيب ده بالذات لو كان ما حج الفريضة، معناها عليه لسه حج الفريضة قائم. طبعا يعني حج باطل خالص، ما عنده يقول حج، بس ما يقول انا حجيت. طيب نحن يا شيخنا حقيقة دارين في اخر هذه الحلقة نذكر الناس بموضوعنا الاساسي اللي هو موضوع الرشوة، الناس كيف يبتعدوا منها وكيف يتحروا الصدق في مسألة الكسب الحلال. ايوه اخي بتقول يعني انا نصيحه لكل الموظفين، حتى عندنا الوزراء الجداد ديل وكل ناس الحكومه الجداد ديل، نصيحه ليهم انه الدين النصيحه، انه زول ينوى انا ادي اشغل الوظيفه تحت دي، داري اخدم وطني، داري اخدم المواطنين، ادي عملي ده بهمه بنشاط باتقان بافه بنزاهه بامانه، اكتفي بالمرتب اللي عملت لي الحكومه والمخصصات والامتيازات اللي ما ازيد قريش ولا اشيل قريش، ادي عملي ده بصبر وبتمام ان شاء الله، عملت دي ربنا يديك الاجر والثواب العظيم زي ما قرينا الحديث الاول نعيده ثاني. عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف ما بيمد للمال العام، متعفف لقى المال العام قدامه، كان في مكان يشيل، ما في دول شايفه غير ربنا، لكن استحمل الله، خاف من الله، تركه، هذا من أهل الجنة. يقول نحن نصيحة عامة لكل الحكومة الجديدة دي أنها تتقي الله وتتذكر أنه يوم القيامة يجيب قدام ملك الملوك، كما قالت عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ما من عن عمره فيما أبلاه. وكل بيسألني يوم القيامة. سبحان الله. إن شاء الله بالتوفيق شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن، على أمل أن ألتقي معك إن شاء الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج الأسبوع القادم. تحيات فريق العمل في هذا اليوم في هذه الحلقة على وجه التحديد، نأمل أن نلتقي بكم مجددا مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.